Today we will talk about lesson number 4, which called magnetism and electricity. Magnetism and electricity يعني القوة المغناطيسية والكهرباء. هل بينهما علاقة؟ نعم. تعال نشوف بقى. There is a relation between magnetism and electricity. هناك علاقة. Relation يعني علاقة. Between يعني بين magnetism القوة المغناطيسية and electricity والكهرباء. Where يعني حيث. An electric current has a magnetic effect and a magnetic effect generates an electric current. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ An electric current خدناها قبل كده في grade 4 معناها التيار الكهربي. An electric current يعني التيار الكهربي. اي electric current has يعني عنده magnetic effect، عنده مجال، عنده تأثير مغناطيسي. يعني بمنتهى البساطة انا ممكن من خلال الالكتريك current اعمل magnetic effect واعمل attraction للmagnetic materials. ممكن من خلال الالكتريك كارنت اللي ماشي في السلوك اللي حوالينا دي اعمل منه ماجنت، اعمل منه مغناطيس. ازاي الكلام ده؟ هو ده اللي هنتعرف عليه من خلال الدرس اللي معانا دلوقتي. ماجنتيك افكت يعني المجال المغناطيسي، انا اقدر اطلع منه الكتريك كارنت، تيار كهربي. كل دي الغاز عايزين نفكها وعايزين نفهمها. هنفكها ازاي ونفهمها ازاي؟ من خلال الشرح اللي جاي. اول حاجه قلناها ان الماجنتيك افكت of electric current، magnetic effect of electric current يعني التأثير المغناطيسي اللي ممكن يعمله مين؟ الالكتريك current، التيار الكهربي. The electric current can be used to generate magnetic field. ازاي؟ يعني انا ممكن استخدم التيار الكهربي علشان اعمل عملية انتاج. generate يعني انتاج، generate يعني انتاج او توليد. انتاج ايه وتوليد ايه؟ electric current can be used، انا ممكن استخدم الالكتريك current، ممكن استخدم التيار الكهربي لإنتاج magnetic field، إنتاج مجال مغناطيسي. يا سيدي ماشي، بس إزاي الكلام ده؟ قالك activity number one to show the magnetic effect، علشان حضرتك تلاحظ وتشوف magnetic effect of electric current للتيار الكهربي هتجيب small compass. هحتاج إيه بقى؟ some tools like small compass، بوصلة صغيرة، and insulated wire. وinsulated wire معناها سلك معزول. يعني إيه معزول؟ يعني سلك ما يكهربنيش لو لمس الكهرباء. السلك ده ما يكهربنيش، لازم يكون covered by plastic، متغطي بالبلاستيك. and a dry battery، وبطارية جافة زي البطارية بتاعت الريموت. هعمل ايه بقى؟ نركز مع بعض. number one put the insulated wire beside the compass. حضرتك سوف تضع الانسيوليتد واير، السلك المعزول، beside the compass، بجوار الكومبس، بجوار البوصلة. which is put in four different positions، اللي احنا حطناها في اربع اماكن مختلفة. اربع اماكن مختلفة زي الصورة اللي قدامنا دي. ادي كومبس وادي كومبس وادي كومبس وادي كومبس، كل واحدة محطوطة في اتجاه غير التاني، وعدينا ما بينهم سلك كابر واير اهو، سلك كهرباء. وجبنا دراي باتري، بطارية، والسلك ده لازم يكون ايه؟ انسيوليتد. يعني ايه انسيوليتد؟ يعني معزول، يعني لو مسكته بايدي ما تكهربش. جميل جدا. لكن هنلاحظ ايه؟ حضرتك مش موصل الكهرباء للنهاية. يبقى ايه اللي يحصل؟ كومباس نيدل، الإبرة بتاعة الكومباس بتاعة البوصلة، doesn't deflect، لا تتحرك أو لا تنحرف. هي هتتحرك لو في magnetic field، في مجال مغناطيسي، تمام؟ لا تتحرك. يعني إيه؟ يعني كل النيدلز اللي جوه الكومباس دي ما تحركتش من مكانها، لأن حضرتك مش موصل الكهرباء. بص بقى، connect، طبعا connect يعني إيه؟ وصل. connect the wire ends to the two poles of battery. connect يعني وصل، the wire ends to the two poles، وصل نهاية السلكين بالتو بولز، بأقطاب البطارية. هي البطارية كمان ليها بولز؟ أيوة طبعا، أهو نيجاتيف بولز وبوزيتيف بولز، واحد موجب واحد سالب. أي بطارية في الدنيا لو بصيت عليها كويس هتلاقي ماينس وبلاس. اسمها مش ماينس وبلاس بقى، اسمها نيجاتيف اللي هي ماينس وبوزيتيف اللي هي بلاس. خلاص، كونكت يعني وصل، ذا واير اندز تو ذا تو بولز اوف ذا باتري، زين نوتس ذا كومباس نيدل. بعد كده لاحظ بقى الكومباس نيدل، شوف هيحصل لها ايه. هلاحظ ايه بقى؟ ذا كومباس نيدل ديفليكتس، بدات ايه؟ ديفليكتس، تتحرك من مكانها. ذا كومباس نيدل ديفليكتس ان ذا فور بوزيشنز، في الاربع اتجاهات. افتر فلوينج ذا الكتريك كارنت ثرو ذا واير، بعد مرور التيار الكهربي داخل السلك، اول ما الكهرباء مشيت جوه السلك حصل ايه للماجنتيك نيدل؟ حصل لها ديفليكت. حصل لها ايه؟ ديفليكت، تتحرك. سو لذلك، سو ذا الكتريك كارنت، التيار الكهربي، جينيريت
generate يعني أنتج electric current التيار الكهربي generate أنتج magnetic field مجال مغناطيسي والmagnetic field ده هو اللي خلى النيدل deflect تتحرك magnetic field or magnetism ممكن نقولها بطريقة تانية بقى magnetism can be generated ممكن ان احنا ننتجها by electricity بالكهرباء خلاص كده طيب أرجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة إذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا ان شاء الله جاوبك على طول سواء تسألني هنا تحت الفيديو او تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو كان معكم مستر محمد الصادق.